لاعب المنتخب المغربي ساني سريف، واللي كان وراء الخطأ الأخير، وبالتالي كان تدخل جيد للاعب أنصاري. تابعوا الآن أشرف حكيمي، خطير هذه المحاولة دائما صالح المنتخب المغربي. شنو غادي يعمل الآن أشرف حكيمي؟ غادي يحاول يمرر كمارة خطيرة جدا، هدف بطريقة ممتازة، هدف في حدود الدقيقة العاشرة، هدف لصالح المنتخب المغربي، وسليمة ملاح هو الذي يسجل الهدف من خلال هذه المحاولة الأخيرة. سليم أملاح يسجل بطريقة جميلة، وبالتالي يمكن نقول سليم أملاح لاعب ستوندارد بلياج من مواليد سنة 1996 بهذا الهدف أحسن دخول، يمكن نقول بأنه لأي لاعب أحسن ما يتمنى مع أي منتخب كينضم له هو أنه يسجل في الوهلة الأولى، وبالتالي سليم أملاح الآن يسجل الهدف بطريقة جيدة، وبالتالي سليم أملاح يمكن نقول لاعب ستوندارد دو ليج 23 سنة، يجيد اللعب بالقدم اليمنى من مواليد شهر أكتوبر في الدوري المصري وفقة فريق الزمالك المصري الذي تنتظره نصف نهائي حارق جميلة جدا، والهدف والهدف بطريقة جيدة بالنسبة للمنتخب المغربي. خطأ في الإبعاد وانصيري يسجل الهدف الأول بطريقة جيدة بطريقة جيدة. أعتقد بأنه أيمن مرقوق اللي كان وراء التمرير من خلال هذه المحاولة الأخيرة، وبالتالي المنتخب المغربي يسجل الهدف الثاني، واللاعب وهدف المنتخب المصري يسجل الهدف، وبالتالي فرحة للعناصر المغربية بهذا الهدف المستحق بالنسبة للمنتخب المغربي. إذا يوسف أنصاري من مولد سنة 1997 لعب لكل مالاغا وليغا الإسباني قبل أن يوقع الآن مع فريق إشبيلية، ما كانش هناك تسلل بتاتا، وأنصاري تمكن من الانتقال. بالفعل كان أيمن مرقوق واللي كان وراء هذه المحاولة الأخيرة، وبالتالي يمكن قول بأنه المنتخب المغربي الآن موفق من خلال هذه المحاولة الأخيرة من إضافة هدف ثاني وانتصار إلى حدود هذه اللحظات. لاعب أيمن برقوق الموسم الماضي المنتخب المغربي من خلال هذه المحاولة الأخيرة. سنتابع الآن كرة عالية وممتاز، وهدف ثالث، ويوسف العربي بطريقة اللاعبين الكبار يحتفل بهذا الهدف بطريقة القناصين، وبالتالي يوسف العربي 3-0، حصة غنية عن كل تعليق، والمنتخب المغربي يضرب بقوة. لاعب أولمبياكوس مسار كبير في الاحتراف منذ سنة 2010، يمكن نقول بأنه لاعب المنتخب الكبار كان الهلال السعودي غرناطة الإسباني من 2012 إلى 2016، كانت فترة انتقال قبل انتقال للدحيل القطري، ومنذ سنة 2019 انتقال حر لفريق الأولمبياكوس اليوناني. ونشاهد الضربة الرأسية كاميرا بنغورو، يمكن قول بأنه التموقع لم يكن جيد، وخروج خاطئ للحارس المنتخب السنغالي، وبالتالي هدف ثالث الثالثة ثابتة. نسيم بوجلاب ننتظرك يا ولد بفارغ الصبر لأن تكون ضمن المنتخب المغربي، ونسيم بوجلاب نتمنى أن يكون موفق، سيدخل في قاعدة لحظات لاعب نادي شالك الألماني، وكما قلت لاعب نسيم بوجلاب شالك أس شالك 0-4. سنتابع الآن ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح المنتخب السنغالي. ياسين بونو نتمنى أن تكون متألق كما عهدنا دائما، ولما لا كانت متابعة من ياسين بونو، ولكن تسديدة لصار إسماعيلية اللي تمكن من التسديد بشكل قوي، وبالتالي يهزم الحارس الهدف الأول لصالح المنتخب السنغالي. كانت الأهداف تابعته كانت متابعة جيدة، ولكن لاعب واتفورد الإنجليزي تمكن ذو 22 سنة من تسجيل الهدف بطريقة جيدة. لاعب واتفورد اللي انتقل من فريق رينز رينا الفرنسي بعدما كان للاعب ميدز، لكن هو لاعب خريج مدرسة جينيراسيون فوت السنغالية.